مصادر المياه الاعتيادية. خلينا نتذكر، حكينا عن الحصة الماضية عن مصادر المياه الاعتيادية، حكينا عن المياه البحار المحيطات وبتشكل 97.5% وهي مياه مالحة، وفي عنا الجليديات والمياه الجوفية والمياه العذبة السطحية وهي مياه عذبة. دورة المياه في الطبيعة، بفعل أشعة الشمس رح يتبخر جزء من مياه البحار والمحيطات، رح يصعد هذا البخار لطبقات الجو العليا، رح يتكاثف تتشكل الآن الغيوم. الآن هذه الغيوم أصبحت مشبعة قطرات الماء، رح تسقط الأمطار على سطح الأرض، جزء منها رح يحدث له جريان سطحي، رح يكون عندي المياه السطحية، وجزء منها رح يرشح في باطن الأرض حتى يشكل المياه الجوفية. كيف تتشكل المياه الجوفية؟ لما بدها تسقط مياه الأمطار وتسقط على سطح الأرض، في عنا طبقات منفذة. طبقة منفذة هي طبقات رح تسمح بمرور الماء من خلالها، لأنها بتحتوي بين حبيباتها على الفراغات على المسامات، رح تسمح الآن لهذه المياه تنزل إلى الأسفل من خلالها. بسبب الجاذبية الأرضية المي رح تضلها تنزل للأسفل لحد ما توصل لطبقة بتمنع هاي المياه من المرور للأسفل، اللي هي الطبقة غير منفذة. غير منفذة لأنها منعت هذه المياه من استمرار نزولها إلى الأسفل، فبتتجمع هذه المياه في طبقة صخرية ذات مسامية ونفاذية سمحت الماء بأن يتخزن فيها. هاي بنسميها هي الخزان الجوفي. الخزان الجوفي اما انه حيكون خزان جوفي محصور او خزان جوفي غير محصور. بدنا الان نقارن ما بين الخزان الجوفي المحصور والخزان الجوفي غير محصور. خلينا نطلع على الشكل الموجود امامنا. الشكل الموجود امامنا بيمثل عندي خزان جوفي غير محصور. لاحظي، في عندي طبقة منفذة، الخزان الجوفي اسفلها الطبقة غير منفذة. اذا الطبقة اللي فوق الخزان الجوفي الموجود عندنا بالشكل هون هي طبقة منفذة. كل ما في عندي سقوط لمياه الامطار، هاي الطبقة رح تسمح للمياه بالمرور من خلالها وتغذي الخزان الجوفي. اذا الخزان الجوفي غير محصور، ما في عنده غير طبقة واحدة غير منفذة بتكون موجودة بأسفل الخزان. الخزان الجوفي المحصور بنلاحظ في عنا طبقتين كتيمات، طبقة كتيمة أسفل الخزان وطبقة كتيمة أعلى الخزان، لذلك سميناه خزان جوفي محصور لأن وجد بين طبقتين كتيمتين، وقع بين طبقتين كتيمتين. الينابيع هي خروج المياه من باطن الأرض بشكل طبيعي، تكون عند التقاء سطح المياه الجوفية مع سطح الأرض. مثال عليها مياه حمامات ماعين، هي مياه جوفية ساخنة وأيضا تسمى بالينابيع الحارة. عند ضخ المياه الجوفية إلى السطح بنقوم بحفر آبار وضخ هذه المياه باستخدام مضخات، لكن يوجد أيضا ما يسمى بالآبار الارتوازية. الآن البئر الارتوازي هو بئر بتقوم برفع المياه الجوفية إلى السطح دون استخدام مضخة بسبب توافر مقدار مناسب من الضغط. أيضا يمكن إطلاق مصطلح البئر الارتوازية على آبار المياه بالغة العمر. الآن راح نجاوب أسئلة الشكل صفحة 88. ما اسم المياه المتجمعة في الطبقة الصخرية باء؟ المياه الجوفية. ما أهمية الطبقة الصخرية جيم؟ تمنع نفاذ المياه إلى الأسفل لأنها صخور كتيمة.
الصخور الكتيمة هي صخور لا تسمح للماء بالمرور من خلالها، أو صخور غير منفذة. الصخور غير منفذة أو صخور كتيمة نفس المعنى. هل الصخور في الموقع ألف تنفذ المياه من خلالها؟ نعم. ما اسم الحد العلوي للمياه الجوفية؟ سطح المياه الجوفية. أطول معرفتي، مياه حمامات ماعين هي مياه جوفية ساخنة وتسمى ينابيع حارة ويؤمها العديد من السياح للعلاج. ابحث في أهميتها العلاجية. تفيد في علاج الأمراض الجلدية المختلفة، تعالج التهاب المفاصل الروماتيزمي والعادي وتسكن الألم، تعالج آلام العظام والهيكل العظمي بشكل عام. أقوم تعلمي وأتأمل فيه. يمثل الشكل خزانا مائيا جوفيا. ادرس ثم أجب عن الأسئلة. ألف للحصول على المياه الجوفية، أي الموقعين 4 أم 5 أفضل لحفر بئر ماء جوفي ولماذا؟ الموقع 4 لأنه الأقرب للخزان الجوفي. باء لماذا تخرج المياه في الموقع 3 بشكل طبيعي من دون استخدام المضخات وماذا يسمى هذا الموقع؟ لأن سطح المياه الجوفي يلتقي مع سطح الأرض ويسمى ينبوع. ماذا نسمي الطبقة الصخرية سين؟ صخور كتيمة. ماذا يمثل رمز صاد؟ سطح المياه الجوفية. تخيل أن كميات الهطل في هذه المنطقة قليلة لعدة سنوات، فماذا يحدث لكمية المياه الجوفية؟